السلام وبركاته، مرحبا بكم في موقع حمصتكم. مرحبا بكل عشاق ورواد الويب العربي. في هذا الفيديو سوف نكتشف ان شاء الله مع بعض كيف نقوم بتسوق او شراء عصا السيلفي من موقع الاكسبريس وشحنها الى غاية العنوان الخاص بنا. لمعرفة المزيد ابقوا معنا. سوف نحتاج الى حساب او عضوية على موقع الاكسبريس. سوف ندخل على اي متصفح انترنت، انا سوف اختار الاوبرا. ندخل على موقع الاكسبريس.com، نقوم بتسجيل الدخول الخاص بنا ونستخدم هذه الواجهة او هذا المحرك للبحث عن الامور التي نرغب بشرائها، مثلا سيلفي ستيك. سوف تظهر لنا مجموعة من الخيارات او مجموعة من المنتجات او العروض، يمكننا التحكم بها من خلال هذا الشريط. مثلا بالنقر على فري شيبينج سوف تظهر فقط المنتجات او البضائع التي يوفر البائع الخاص بها بالشحن المجاني. توب ريتد لتظهر لنا فقط المنتجات ذات التقييم العالي، وهذا امر جيد لانه سوف نحصل على منتجات جيدة او الباعة الخاصين بها هم ذو تقييم عالي او ذو مصداقية عالية. القائمة التي توجد على اليسار تجدون فيها مجموعة من الخيارات التي لها علاقة بما يعرض في هذه الصفحة. انا قمت مسبقا باختيار العصا التي سوف اقوم بتسوقها. ثمن العصا السيلفي هو $6.94 زائد $3 للشحن. على ما اظن في هذه اللحظة تم تغيير، في اللحظة التي تقوم بتسجيل هذا الفيديو تم تغيير الثمن الى $25، وعلى ما اظن الشحن مجاني. هذه الواجهة مثلا الخاصة باي بضاعة ترغبون بشرائها، مثلا عصا السيلفي. هنا تجدون الثمن برايس. انا قمت بشراء العصا في ثمن او في الحين او الوقت الذي كان فيها تخفيض، ثمن تقريبا $7، الشحن كان $3.16، الاجمالي تقريبا $10. هنا لمن يرغب بشراء اكثر من قطعة واحدة، لمراسلة البائع يرجى النقر على كونتاكت ناو. في الاسفل تجدون مواصفات البضاعة. فيما يخص الشحن، لدينا هنا الشحن البريد العادي. لمن يرغب او كنتم ترغبون بان تصل البضاعة في خضم اسبوع، عليكم باختيار فيديكس او تي ان تي او تي دي اش ال، الى انه هكذا طرق تتطلب او تكلفكم مبلغ اضافي او مرتفع نوعا ما. نحن سوف نستخدم فقط الشحن المجاني الذي ياخذ البريد العادي، عفوا ان صح التعبير، سيأخذ تقريبا قرابة 20 يوم ك 30 يوم كحد اقصى. وهذا كل شيء. كيف نتحكم؟ هذا البائع لا يقوم بإعطائنا خيار او اوبشن التي تحدد فيها اللون الذي ترغب بشرائه. سنقوم بذلك عن طريق مراسلة البائع وكتابة اللون الذي نرغب بشرائه. للقيام بذلك فقط تقوم بكتابة على هنا، تقوم بطلب البائع لأنه سوف تشتري منه البضاعة، وتقول أنا تريد اللون الفلاني. طريقة الشراء هي بسيطة جدا، بالنقر على باي ناو إن كنت ترغب فقط في شراء عصا السيلفي، وإذا كنت ترغب في شراء مجموعة من المنتجات وهذا هو الأمر الذي سوف نقوم به، تنقرون على Add to Cart. هذا الأمر جيد جدا. لماذا؟ لأنه Add to Cart أو إضافة المنتج أو البضاعة إلى سلة المقتنيات يفيدنا بتقليل العمولة التي تأخذها البنك. فمثلا إذا قمت بالشراء مثلا عصا السيلفي وحدها سوف يقتطع البنك تقريبا 15 درهم، وبعد ما تنتظرون بعد ساعة أو ساعتين تقومون بشراء مثلا منتج آخر سوف يقتطع البنك 15 درهم مرة أخرى. لكن إذا قمتم بإضافة هذا البضاعة أو هذا المنتج إلى سلة المقتنيات وأضفتم منتج آخر إلى سلة المقتنيات فالبنك سوف يقتطع تقريبا 20 درهم وهذا أمر جيد جدا. سوف تجدون رابط هذا المنتج أو هذا العصا في موقع حمصتكم. أيضا سوف أعطيكم أو أشارككم رابط العصاية السيلفي إذا كنتم ترغبون بشراء منتج أو عصا سيلفي أخرى ذات ثمن منخفض أو بمواصفات غير التي أنا قمت باختيارها. سوف نلتقي بعد قليل لكي نقوم بماذا؟ بدفع الفاتورة. سوف أريكم سلة المقتنيات. هذه سلة المقتنيات فيها منتج واحد أو بضاعة واحدة. إذا كان طريقة الدفع نقول على باي أول. سوف ننتظر بعد قليل لكي نقوم بدفع الفاتورة. بعد إضافة المقتنيات أو المنتجات إلى سلة المقتنيات سوف تنبثق لنا الصفحة. هذا هو الشكل الخاص بها، فيها مجموعة
مجموع المقتنيات التي نرغب بشرائها، وفيها أيضا أثمنة المنتجات بالإضافة إلى الشحن. الثمن الإجمالي هو 68.25 دولار مع بضع دولارات كمصاريف الشحن. مصاريف الشحن يمكنكم التخلص منها إذا بحثتم جيدا في موقع الإكسبريس، سوف تجدون مجموعة من المنتجات ذات الشحن المجاني. بعض المنتجات قبلنا بأن ندفع بضع دولارات كمصاريف الشحن، وذلك لأنه المنتج بحد ذاته كان عليه تخفيض، وسوف نغتنم الفرصة بكي ندفع الفاتورة. ننقر على باي اول لكي ننتقل إلى المرحلة المقبلة. هذه المرحلة فيها إلى أين سوف تشحن هذه البضائع. بما أنه لدينا عنوان واحد فقط في علي إكسبريس، سوف يشحن إليه بشكل أوتوماتيك وبشكل افتراضي. سوف تجدون هنا مجموعة من المربعات أو مجموعة من الخانات فيها فراغ، يمكنكم استخدامه كطريقة للتواصل مع البائع وكتابة المقاس الخاص بملابسكم. بعض المنتجات لا يتيح لكم البائع تحديد اللون أو النموذج أو النوع الخاص بالبضاعة، فيمكنكم هنا كتابة الأمر أو الملاحظة التي ترغبون بأن يحترمها البائع. وننقر على Place Order لكي ننتقل إلى المرحلة المقبلة وهي مرحلة الدفع. بشكل أوتوماتيكي فعلي إكسبريس سوف يعطينا مجموعة من طرق الدفع، فمثلا هناك Western Union، هناك الفيزا ماستر كارد، هناك بعض الطرق الأخرى. في هذه اللحظة سوف يتم إرسال إشعار إلى كل الباعة بأنه يجب تجهيز البضاعة، لكن لن يتم الشروع في إرسال البضاعة إلا بعد دفع الفاتورة. كما قلت مسبقا لدينا فيزا ماستر كارد، لدينا كيوي ووليت، وأيضا بعض الطرق الأخرى، إلا أنه للأسف لا أعرف لماذا، لكن البايبال علي إكسبريس لا يدعم البايبال، لكن هناك خاصية اسمها ماني باك جارانتي. علي إكسبريس وفر لكم ضمان 60 يوم إذ لم يتم إرسال البضاعة إليكم، وهذه الخاصية على ما أظن كافية جدا. نحن سوف نشتغل بالفيزا، سوف نقوم بتعبئة هذه الخانات، نقوم بتحديد أي بطاقة لدينا، نقوم بكتابة شهر انتهاء الصلاحية كذلك السنة، ونقوم بكتابة Security Code أو الرمز السري الخاص بطاقة، وكذلك الاسم على البطاقة لصاحب البطاقة، وكذلك اللقب أو الاسم العائلي. بعد تعبئة هذه البيانات ننقر على Pay Now ودفع الآن لكي ندفع أو يتم اقتطاع الفاتورة أو المبلغ من خاص بالبطاقة الخاصة بنا. هكذا لقد تم دفع الفاتورة. سوف نتوجه إلى البريد الإلكتروني لكي نحصل على الريسيبت أو الفاتورة أو الإيصال إن صح التعبير، لكي نحتفظ به في حالة ما حدث مشكل. يجب علينا العودة إلى الحساب الخاص بنا وتفقد المنتجات التي قمنا بشرائها وماي أوردرز أو ماي أوردرز. علي إكسبريس سوف يرسل المنتجات أو البائع سوف يرسل المنتجات، ذلك يختلف من بائع لآخر، فبعض البائع يرسلون المنتجات في خضم يومين أو 3 أيام، ولا هناك بعض البائع يرسلونها في خضم 7 أيام. فهذه العملية يعني ترتبط بحسب بعض المواسم وبعض حسب البائع لآخر. إذا في حالة ما نسيتم أن تطلبوا من البائع شيء معين أو لم ترسلوا له المقاس الخاص بكم، فيمكنكم القيام بذلك بكتابة المعلومات أو الرسالة كما يظهر لكم الآن. نحن سوف نقوم بإرسال مجموعة من الملاحظات إلى البائع لكي يلتزم بها، وسوف نلتقي بعد قليل ونلتقي صح التعبير إلى حين أن تصلنا البضاعة التي قمنا بشرائها، وسوف نقوم بتجربتها ونقوم بالتقاط مجموعة من الصور ونعمل لها البوكسينج. نلتقي بعد قليل.